نعم، يعني فوزي في البداية كما ذكرت وأكدت أنت، هذه الجلسة هي الجلسة الختامية للفصل التشريعي الأول، الدور الانعقاد الخامس. سيكون هناك كلمة من قبل الدكتور علي عبد العالي السادة النواب، أيضا سيكون هناك نقاشات لعدد من الاتفاقيات وأخذ الرأي النهائي بشأنها. لكن دعني أذهب إلى مزيد من التفاصيل من خلال السيد النائب سيد حجازي. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك وبالسادة المشاهدين. يعني أستاذ سيد، يعني خلينا في البداية نتحدث عن إنجازات الدولة المصرية في التشريعات خلال الخمس سنوات الماضية. هو كان من حظ هذا المجلس اللي هو ينتهي مدته يوم 9 يناير المقبل، كان في بعض التشريعات أو ترسانة من التشريعات تم إقرارها لصالح المواطنين، البعض منها في مجال الاستثمار، في مجال الطاقة، في مجال البنية التحتية، في مجال الإسكان، في كل المجالات الموجودة على أرض الوطن التي نشهد تنفيذها حتى الآن من خلال المشروعات العملاقة التي يتم بناءها حتى الآن. المجلس كان عاكفا على إقرار هذه التشريعات، مما أدى إلى كان المجلس فعلا في الوقت ده كان حريص على إصدار هذه التشريعات للتخفيف على المواطنين، ومنها مصلحات قوانين التصالح وقوانين أخرى كثيرة صبت في صالح المواطن حتى لا يهدد بهدم بيته. والناس طبعا أنا أعرف أن في ناس زعلانة من قانون التصالح، لكن هو ده لازم عشان نقنن الوضع الحالي ويتم إقراره لصالح المواطنين. فيعني هو المشروع في تنفيذه أو أي قانون بيكون في بداية تنفيذه أيا كان، أي قانون بيكون له ضحايا، فبالتالي بيتم علاجها في الفترات القادمة، لأن المشروع لما بيتحط على أرض الواقع غير العمل النظري غير العملي، ويتم أخذ السلبيات اللي فيه ويتم تصحيحها. زي ما احنا برضو صححنا أكثر من 200 قانون أو 200 مادة في قوانين كانت قديمة قبل ذلك للصب في مصلحة المواطنين. سيادة النائب، إذا تحدثنا عن دور المعارضة في البرلمان، يعني كيف ترى دور المعارضة كان له تأثير إيجابي على الفصل التشريعي الأول؟ هو والله بأمانة الدكتور علي عبد العال كان معطي الفرصة لكل واحد يدلو بدلوه داخل المجلس، لا ما فيش حد قمع نهائيا، وكله كان بيتكلم، والمعارضة كانت واخدة حقها أكتر من أنا واحد من الناس، كان في ناس بتتكلم أكتر من 10 دقائق وأنا كان مدتي دقيقتين بس، ودي كنا بنتكلم فيها مع الدكتور علي، قال لأنهم أقلية ولازم يعبروا عن رأيه، كان وبرضه كانت معارضة بناءة، في بعض منها كان معارضة لا جدوى منها، وكانت هناك معارضة بناءة، يعني أنا واحد من الناس كنت مع مش المعارضة، لكن أنا كنت معارض بناء، يعني بقول الحاجات اللي تهم المواطن وبقولها بكل شفافية، وما كانش حد بيقول لي أنت بتعمل إيه، مع العلم إن أنا كنت محسوب على المؤيدين يعني. لكن كنت بنتكلم في مواضع كثيرة جدا وبننقد بشكل حاد، لكن معارضة بناءة. فأنا دايما حتى بقول لزمايلي اللي جايين إن شاء الله في المجلس القادم، عاوزين عارض لكن المعارضة تكون لها حلول، معارضة بناءة، ما تعرضش من أجل المعارضة كما حدث في بعض في قلة قليلة جدا لا تعد على الأصبع هي اللي كانت المعارضة بتاعتها معارضة هدامة وليست بناءة. إذا ذهبنا إلى الماضي 7 سنوات إلى الماضي وتحدثنا عن انعدام الحياة السياسية في عام 2013 ومقارنة يعني انعدام الحياة السياسية في ذلك التوقيت بالزخم السياسي أو بالحراك السياسي الذي يحدث في 2020، يعني كيف ترى المشهد من وجهة نظرك؟ لا، المشهد قائم، لكن هو المشهد في الفترة الماضية عندنا في طبعا أنت عارف الثورات اللي تمت وعملية السنة اللي خدها الإخوان والكلام ده كله، كل ده أثر بتأثير سلبي على المواطن. يعني حتى لما كنا بنعمل الانتخابات بتاعتنا اللي هي في الفصل التشريعي اللي هينتهي 9 يناير ده اللي احنا نهايته أو آخر جلسة له النهاردة إن شاء الله، ده كانت الناس طالعة عن حب، وبالتالي اللي شجعهم ان صوته مش هيروح هدر لانه هيصوت بالبطاقة الشخصية بتاعته او البطاقة اللي معاه بالرقم القومي، فكان الراجل رايح عن حب، وافرز عناصر جيدة جدا في داخل هذا المجلس التي تنتهي مدته. لكن الفترة القادمة اللي احنا شاهدناها في الفترة اللي فاتت دي، لا كانت فيها دايما الناس اللي كانت مغضوب عليها قامت تاني، يعني تحس ان انت كان ناس اصلا اختفوا،
اختفوا، لأن هو كانت الثورات قامت يعني شبه النهاية، الثورات اللي قامت دي كانت عليهم يعني، قامت قالت لهم خلاص اقعدوا ريحوا شوفوا عاوزين وجوه جديدة، بدليل المجلس ده كان فيه حوالي 80% من الوجوه الجديدة في المجلس، وعملوا شغل كويس جدا سواء في دائرهم أو في مجال التشريعات. لكن المجلس القادم حصل فيه بجد يعني المال السياسي أثر تأثير كتير جدا، والناس اللي مش فاهمة اللي مش قادرة هي اللي طلعت، يعني كانوا يعني عملية ان احنا شفنا المال السياسي اتحكم بشكل يعني انا يعني في علامة ستوب كده على الموقف ده. واتمنى للي هيجي يعني انت كنت في المجلس قبل كده وطلعت والثورة قامت ضدك ورجعت جيت تاني، طب انت جاي عاوز تعمل ايه؟ لا، او اللي انت صرفته ده هتعمل بايه؟ يعني انت راجل صرفت ملايين الجنيهات في الفترة اللي جاية دي، طب انت لما صرفت انت هتجيب الفلوس دي منين؟ ما هو انت لازم تقول لي، يا اما صرفتها لله تعالى كنت عملت بها مشروع وقعدت في بيتك، لكن انت كنت تسيب المجال للناس اللي تقدر تفيد الناس الغلابه والناس اللي هي تقدر تبني البلد وتبقى عندها معارضه بناءه وليست معارضه هدامه. نعم، يعني سؤال اخير لحضرتك، يعني كيف ترى الانجازات التي قامت بها الدوله المصريه على مدى السنوات القليله الماضيه؟ لا حدث ولا حرج، يعني انا اللي ما يشوفش ده يبقى راجل يعني ناقم على الوطن، لأن كل المشروعات اللي تمت كلها ما حصلتش من سنوات السنين. يعني لو احنا قلنا منذ نشأة مصر والكهرباء، ده يكفي مجال واحد في الكهرباء، ان انت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أطل الله في عمره 28,000 ميجا، يعني انت كان عندك 28,000 ميجا من نشأة الكهرباء في مصر، وهو في الفترة حوالي الخمس او ست سنوات اللي موجودة ديت 28,000 ميجا. يعني انت بتشتغل في ايه؟ مشروعات الكباري، الطرق، شق الطرق، عاصمة ادارية جديدة، عاصمة ينقل نقلة حضارية، والنقلة الحضارية ديت الناس اللي بتتكلم وتقول لك احنا هناكل اسفلت وهناكل مش عارف ايه، لا انت ما لا فكرك ضيق ومحدود، لان احنا عايشين على 93.7% من مساحة مصر، عاوزين نوسع الرقعة بحيث ان نعيش على 10% و15%، طلعنا في الصحراء عملنا عاصمة، شق طرق، ده هيبقى فيه بنية هناك، المشروعات هتيجي، المستثمر اللي هيجي لك هيقول لك انت عندك ارض، عندي ارض بس صحراء، طب لو عندنا بنية تحتية موجودة من كهرباء وطرق ومواصلات ويستثمر في مصر، مصر اطلق عليها في الفترة الاخيرة درة الاستثمار في الشرق الاوسط. يعني مصر مشروعات عملاقة، غاز طبيعي، غاز طبيعي دخلنا في القرى، يعني أنا واحد نائب في قرية في مركز ومدينة المركز المنصورة ومحل الدمنة 18 قرية دخل فيها الغاز والبقية تأتي، لكنش حد يعني يقول لك إن القرى يدخل فيها غاز طبيعي. مركز لتبادل الطاقة الكهربائية وتبادل الغازات الطبيعية بما تمتلكه من عندنا الغازات الطبيعية، عندنا خط أنابيب اللي موجود، وعندنا محطتين إسالة مش موجودين في منطقة الشرق الأوسط، فكل الدول بتيجي تسيل عندنا وبناخد فلوس وبننقل لها للدولة وبنصدر لها لخلال الدول اللي هي تحتاج التصدير لها. يعني احنا كده مستفيدين وكده مستفيدين، في مصر أصبحت درة الاستثمار بما لها من إمكانيات كبيرة، موقع جغرافي فريد، رئيس يتحكم في الأمور ويفهم معنى القرش بتحط فين وبتصرف عليه ازاي، والوقت عنده كالسيف. لا يعني أنا بنشوف حاجات، لا اللي مش شايف بقى يبقى يعني ده مريض يعني. لكن المشكلة في ان احنا في ناس بتزعل ان في الدخول مش موجودة او مفيش وظائف او لاخره، لما المشروعات دي تبدأ تشتغل هتلتقي الوظائف جت، هتلتقي الدخل جه، زاد الميزانية ميزان المدفوعات وميزان المصروفات قل، بحيث ان احنا يكون عندنا اكتفاء ذاتي من التصنيع المحلي، من احنا بننتج كل شيء. مفيش حاجة ظهرت على مستوى العالم الا ما جت قضى على فيروس سي، والان انت شفتم مصر البلد الوحيدة في الشرق الاوسط اتى اليها المشروع اللي هو كورونا، اول ما ظهر دواء ما لن نتأخر ولن يتوانى الرئيس، اول دولة في افريقيا ولن يتوانى الرئيس في انه يجيبها باي شكل وباي مبلغ وباي حاجة للعلاج المواطن المصري. فاحنا بنحافظ على الرئيس بتاعنا جيدا، وليه؟ لانه راجل حاسس بالمواطن، لانه مننا، واحد مننا،
عايش عيشتنا وعارف، وكان قاعد في بداية حياته زي ما انت شفته حياة زينا بالظبط، فمتوسطة، وعاش حياة عارف الفقير فين وعارف، وشفته الحاجات الإنسانية اللي بيتم عملها. لكن هو مش هيبقى عارف إذا كان الواحد في بيته ما بقاش قادر يسيطر على أولاده، فما بالك ده رئيس جمهورية على الجمهورية كلها. فاحنا عاوزين يبقى فيه اللي ينقد نقد بناء وليس نقد هدام، لصالح المواطن المصري وصالح جمهورية مصر العربية التي نتمنى أنها تكون على أعلى مستوى، وأنها تكون في مستوى الرقي والتقدم لخدمة أبنائنا. إحنا رايحين وأبنائنا هم اللي جايين، ولا يستفادوا بكل المشروعات الجديدة. سيد النائب سيد حجازي، بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا، وشكرا للسادة المشاهدين.